بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أعزائي الطلبة، نلتقي اليوم بكم وبمحاضرة جديدة خاصة بالوضعيات الفراغية للإلكانات الحلقية الجزء الأول. أعزائي الطلبة، يجب ملاحظة أن هذه المحاضرة ستكون على جزئين، نبدأ وعلى بركة الله بالجزء الأول. الوضعيات الفراغية للإلكانات الحلقية تسمى الأشكال ثلاثية البعد التي تتخذها الجزيئات بالوضعيات الفراغية، وتنتج هذه الوضعيات لمحاولة كل ذرة في المركب من الوصول إلى القيمة الحقيقية لزوايا الآصرة، كما أن لكل مركب حلقي وضعية فراغية معينة يفضلها على غيرها من الوضعيات، أي أن أي وضعية فراغية لأي جزيئة موجودة في الطبيعة تنتج عن طريق محاولة الكربون من أخذ قيمة الزاوية الطبيعية المعروفة 109.5 بين كل آصرتين من أواصر ذرات الكربون بالنسبة للكربون اللي يحمل تهجين SP3. الوضعية الأولى أو المركب الأول بالنسبة للمركبات الحلقية غير المتجانسة هو المركب البروبان الحلقي سايكلوبروبان. يعتبر أصغر مركب حلقي متجانس يمكن الحصول عليه، وأن الشكل الهندسي لذرات الكربون الثلاثة تقع في مستوى واحد، أما ذرات الهيدروجين الستة فتقع بمستويين، ثلاثة منها فوق مستوى الحلقة والثلاثة الأخرى تقع أسفل مستوى الحلقة، كما أن الزاوية كربون كربون في حلقة البروبان تساوي 60 درجة، أي أقل من القيمة الطبيعية للزاوية ب 49.5، وهذا يؤدي إلى نشوء ضغط على زاوية الآصرة من داخل الحلقة باتجاه الخارج لمحاولة أواصر ذرات الكربون من الوصول إلى القيمة الطبيعية. يلاحظ في هذا المركب سايكلوبروبان يتكون من ثلاث ذرات كربون، جميع ذرات الكربون تقع بمستوى واحد، ويتكون أيضا من ست ذرات هيدروجين، ثلاثة منها تقع فوق مستوى الحلقة أي فوق مستوى ذرات الكربون، وثلاثة منها تقع أسفل هذا المستوى. وكما يلاحظ أيضا عند رسم وضعيات نيومان لهذه الجزيئة أن ذرات الكربون ستكون بوضعية إكليبست، أي أن ذرات الهيدروجين الواحدة تقع مقابل الأخرى، مما يؤدي إلى أن تكون هذه الجزيئة ذو أو ذات طاقة عالية، كما أن الزاوية الداخلية لكل آصرة من أواصر الكربون كربون ستكون 60 درجة، أي أقل من القيمة الطبيعية ب 49.5، وهذا يؤدي إلى توتر في الزاوية، توتر في الزاوية، وبهذه الحالة سينشأ دفع من داخل الحلقة إلى خارج الحلقة، أي تحاول هذه الأواصر أن تندفع باتجاه الخارج، كما أن تداخل الأوربيتالات لهذه المكونة لهذه الآصرة سيكون تداخل غير تام، ويطلق على هذه الآصرة بالآصرة الموزية أي بنانا بوند. لذلك عندما يكون البروبان الحلقي معوض بمجموعتين أو أكثر على ذرتين متجاورة، يجب ذكر اتجاهات هذه المجموعة وكما يلي، أي بسبب انعدام الدوران الحر بين ذرات الكربون كربون أو الدوران الحر للآصرة المفردة بين ذرتي كربون متجاورة، سيؤدي إلى تكوين وضعيات ثابتة أو شبه ثابتة، وتحتم على تسمية المركب عن طريق إعطاء أسماء المجاميع في حال كان معوض أو إعطاء اتجاهاتها. فمثلا في هذا المركب ترانس 1-2 دايمثل سايكلوبروبان، سايكلوبروبان معوض بمجموعتي مثل، ستكون مجموعتي المثل في هذه الحالة ترانس، أي في هذه الحالة الآصرة المتقطعة تعني وجود مجموعة المثل إلى خلف مستوى هذه الورقة، أما هذا الآصرة باللون الغامق ستكون باتجاه القارئ أو باتجاه المشاهد.
أي هناك اتجاهين متعاكسين لهذه الأواصر، وبالتالي ستكون هذه الوضعية وضعية ترانس، أي أن إحدى مجاميع المثل ستكون فوق مستوى ذرات الكربون، أي فوق مستوى الحلقة، والثانية ستكون أسفل مستوى هذه الحلقة، لنحصل على مركب ترانس 1-2 دايمثيل سايكلو بروبان. أما في حال كانت باتجاه واحد، أي مجاميع المثل ستكون باتجاه واحد، أما باتجاه القارئ أو خلف مستوى هذه الورقة، فبهذه الحالة سيكون اتجاهها سيس، أي يتم إعطاء الاتجاه ومن ثم أرقام ذرات الكربون لمجموعتي المثل في السايكلوبروبان، ويلاحظ وجود مجموعتي المثل أسفل مستوى ذرات الكربون المكونة للحلقة، ومن الممكن أن تكون هذه المجموعتين أعلى مستوى الحلقة، وسنحصل على نفس الأيزومر وهو سيس 1-2 دايمثيل سايكلوبروبان. الجزئية الثانية بالنسبة للمركبات الحلقية هو البيوتان الحلقي المكون من 4 ذرات كربون، حيث ينحرف الشكل الفراغي لجزيئة البيوتان الحلقي عن الوضعية المستوية، حيث تتخذ شكل فراغي يدعى بوضعية جناحي الفراشة Butterfly Wing Conformation. وأن السبب الذي يجعل جزيئة البيوتان تتخذ هذا الشكل هو محاولتها للوصول إلى القيمة الطبيعية لزاوية ذرات الكربون، فضلا إلى جعل ذرات الهيدروجين بوضعية استقر. فلو كانت حلقة البيوتان الحلقي مستوية لكانت الزاوية بين ذرات الكربون 90، إضافة إلى أن ذرات الهيدروجين ستكون بوضعية إكليبس، أي أن تتكون السايكلوبيوتان أو البيوتان الحلقي من 4 ذرات كربون، ومرتبط كل ذرة من ذرات الكربون هذه ترتبط ب 4 ذرات هيدروجين فوق مستوى الحلقة و4 ذرات هيدروجين أسفل مستوى الحلقة. تعمل هذه الجزيئة على أخذ وضعية فراغية تدعى بوضعية جناحي الفراشة بضمان الوصول إلى أقرب قيمة للزاوية الطبيعية للكربون. كذلك الحال تعمل على جعل ذرات الهيدروجين على ذرات الكربون المتجاورة بوضعية استقر لتقليل طاقة هذه الجزيئة. في هذه الحالة يلاحظ أن جزيئة السايكلوبيوتان تعمل على أخذ هذه الوضعية التي تدعى بوضعية جناحي الفراشة لتصل إلى القيمة 88 درجة، أقرب من الزاوية التي لوحظت بسايكلوبروبان التي تم شرحه سابقا. وبالتالي ستكون جميع ذرات الهيدروجين الموجودة على ذرات الكربون المتجاورة بوضعية استقر وليس بوضعية إكليبس. إن وضعية جناحي الفراشة تؤدي بالنتيجة إلى الاقتراب من زاوية العاصرة، حيث تصل زاوية العاصرة للبيوتان إلى 88، وبهذه الحالة تتخلص الجزيئة من الطاقة التي تنتج من تنافر ذرات الهيدروجين التي تكون بوضعية إكليبس. أيضا في هذه الهيئة الفراغية أو الوضعية الفراغية يجب ذكر اتجاهات المجاميع المعوضة إذا كانت أكثر من مجموعتين وكما يلي. فتمثل الخطوط أو الأواصر المرسومة باللون الغامق أنها توجد على جهة القارئ، أي على فوق مستوى ذرات الحلقة أو فوق مستوى ذرات كربون الحلقة، ستكون في هذه الحالة سيس أو الأيزومر الهندسي سيس، ويتم إعطاء أرقام ذرات الكربون التي ترتبط بمجموعتي المثل دايمثيل سايكلوبيوتان، كما يمكن أن يتواجد بوضعية ترانس، أي أن هذا الخط المتقطع أو الأصرة المرسومة بالخط المتقطع يعني وجود مجموعة المثل في خلف الصفحة المرسوم عليها المركب، أما الخط
المرسوم باللون الغامق فيعني باتجاه القارب، أي أن المجموعتين توجد باتجاهات مختلفة، أي أن الأيزومر هو أيزومر ترانس واحد اثنين دايمثيل سايكلوبيوتان. كما يوجد احتمال آخر لهذه المعوضات، وهو بدل الأيزومر واحد اثنين وجود الأيزومر واحد ثلاثة. كذلك الحال يمكن أن يوجد على جهة واحدة، مجموعتي المثل توجد على جهة واحدة من الجزيئة، أي من مستوى ذرات الكربون المرتبطة مع بعضها، وبالتالي سيكون الأيزومر سيس واحد ثلاثة دايمثيل سايكلوبيوتان، أو يوجد باتجاهين مختلفة، وبالتالي سيكون هذا الأيزومر من نوع ترانس واحد ثلاثة دايمثيل سايكلوبيوتان. البنتان الحلقي، تمتلك جزيئة البنتان الحلقي طاقة أقل من طاقة المركبات الحلقية السابقة، وهي بذلك أكثر استقرارا منها وأكثر مقاومة للتفاعلات التي تؤدي إلى فتح الحلقة. كما أن الزاوية في البنتان الحلقي 108، وهذه القيمة قريبة جدا من قيمة زاوية آصرة الكربون الطبيعية البالغة 109.5، أي أن السايكلو بنتان يتكون من 5 ذرات كربون مرتبطة مع بعضها، ومن ثم أو كل ذرة كربون من هذه ذرات الكربون تتصل بذرتي كربون، وبالتالي سيكون الصيغة الجزيئية النهائية لهذا المركب C5H10. تقع ذرات الكربون كرسم اعتيادي دون تفسيرها فراغيا، تقع بمستوى واحد، وكل ذرة من هذه الذرات تتصل بذرتي هيدروجين، خمسة منها أعلى مستوى الحلقة وخمسة منها أسفل مستوى الحلقة، وبهذه الحالة ستكون الجزيئة غير مستقرة أو طاقتها شبه عالية قياسا ببقية المركبات التي تتكون من ذرات كربون أعلى مثل جزيئة السايكلوهكسان، وستكون ذرات الهيدروجين الواحدة بالنسبة للثانية بوضعية إكليبس، مما تؤدي إلى تداخل هذه الذرات وزيادة طاقة هذه الجزيئة. وللتخلص من جميع ما تقدم وللتقليل من طاقة الجزيئة والوصول إلى جزيئة بطاقة أوطأ واستقرارية أعلى، تتخذ جزيئة البنتان الحلقي وضعية فراغية تدعى بوضعية الظرف المفتوح envelope conformation، حيث تقع أربعة من ذرات الكربون بمستوى واحد، أما ذرة الكربون الخامسة فتقع خارج هذا المستوى، أي توجد خمس ذرات كربون مكونة للسايكلوبنتان. يلاحظ أن هذه الوضعية أو هذا المركب يتخذ وضعية الظرف المفتوح، أي وجود أربعة ذرات كربون تقع بمستوى واحد، وتوجد ذرة كربون تقع أعلى أو أسفل هذا المستوى لضمان أخذ كل ذرة كربون موجودة ضمن هذه الحلقة الزاوية الطبيعية أو التقليل من شد الزاوية، ومن ثم يلاحظ تحولها إلى وضعية ثانية للسايكلوبنتان. كما أن هذه الجزيئة غير ثابتة، يمكن أن يحصل ارتفاع لهذه ذرة الكربون هذه، ومن ثم نزول هذه الذرة، ومن تتابع، أي أن هاي الجزيئة تعمل على رفع إحدى ذرات الكربون والنزول الأخرى لضمان أخذ جميع ذرات الكربون فيها أو الوصول ذرات الكربون فيها إلى القيمة الطبيعية البالغة 109.5. إضافة إلى كون ذرات الهيدروجين على ذرتي الكربون المتجاورة تكون بوضعية استقر. أيضا في هذه الهيئة الفراغية يجب ذكر اتجاهات المجامع المعوضة إذا كانت أكثر من مجموعتين، وكما يلي: في هذا المركب توجد مجموعتي مثل متجاور على ذرتي كربون واحد واثنين وبنفس الاتجاه، إذن سيكون هذا الأيزومر من نوع سيس.
أي أن مجموعتي المثل توجد أعلى مستوى حلقة السايكلوبنتان، وبالتالي سنحصل على تسمية هذا المركب ب سيس 1-2 دايمثيل سايكلوبنتان. أما في حال وجود هذه المركب أو هذه المجاميع باتجاهين متعاكسين، الأول باتجاه المشاهد والثاني خلف الصفحة المرسوم عليها هذا المركب، أي أن المركبين ستكون معوضة والمجاميع المعوضة ستأخذ اتجاهات متعاكسة، وبالتالي سنحصل على الأيزومر ترانس، وتسمية هذا المركب أو هذا المركب ستكون ترانس 1-2 دايمثيل سايكلوبنتان. كما يمكن أن يتواجد هذا المركب المعوض بتعويض على ذرات كربون خلافا لما لوحظ في هذا المركب، أي أن التعويض سيكون 1-3 ونحصل على الأيزومرسيس في حال كانت مجموعتي المثل باتجاه القارئ، أو ما معنى أنه تتواجد مجموعتي المثل أعلى مستوى الحلقة أو أسفل مستوى الحلقة، سيكون في هذه الحالة هذا الأيزومر الأيزومرسيس، ونحصل على تسمية لهذا المركب بسيس 1-3 دايمثيل سايكلوبنتان. فلو تم ترقيم ذرة الكربون المرتبطة بمجموعة المثل 1-2-3 سيتم في بداية الأمر إعطاء المقطع الخاص باتجاه ذرات كربون المجاميع المعوضة، المجموعتين المعوضة بنفس الاتجاه، إذن ستأخذ التعبير سيس، ومن ثم أرقام ذرات الكربون التي ترتبط بها المجاميع المعوضة 1-3 1-2-3، نوع المجاميع المعوضة مثل تكررت مرتين، إذن يجب إضافة المقطع داي، وسنحصل على داي مثل المركب مكون المركب الأصلي الحلقي مكون من 5 ذرات كربون بنت ANE أي الكان، جميع تهجين ذرات الكربون SP3 إضافة ANE، ويجب أن يتم إضافة المقطع سايكلو قبل المقطع التال على عدد ذرات الكربون ليكون سايكلو بنتان، للدلالة على أنه جميع ذرات الكربون 5 المكونة للمركب سترتبط مع بعض مكونة حلقة، وسيكون اسم هذا المركب سيس 1-3 دايمثيل سايكلوبنتان. أما في حال كانت المجاميع المعوضة متواجدة باتجاهين مختلفين، فسيلاحظ أنه المكتوبة أو المرسومة بالخط الغامق أنه هذه المجموعة باتجاه المشاهد، أما الثانية المتقطعة فتكون خلف الصفحة هذه المرسوم عليها المركب، أو وهو نفسه هذا المركب أو مشابه لهذا المركب ولكن بمنظور مختلف. يلاحظ أن مجموعة المثل هذه أعلى مستوى الحلقة، ومجموعة المثل هذه ستكون أسفل مستوى الحلقة، وفي هذه الحالة سيكون الأيزومر ترانس، سيكون هذا الأيزومر من نوع ترانس، وأرقام ذرات الكربون المتصلة بها هذه المجموعة وهذه المجموعة هي 1-2-3، أي أن التعويض 1-3. نوع التعويض مثل تكرر مرتين، سيكون داي مثل، هذه بالنسبة لإعطاء البداية نوع الأيزومر. أرقام ذرات الكربون بالنسبة للجزيئة الأصلية التي ترتبط بها مجاميع المثل، نوع المجاميع المعوضة والمقطع التال على تعدديتها أي داي مثل، والسايكلوبنتان المكون من سايكلو للدلالة على أنه هذا المركب مركب حلقي مكون من بنت من ذرات الكربون أي 5 ذرات كربون، وإضافة المقطع آن لإخبار القارئ على أنه هذا المركب جميع ذرات الكربون فيه لها تهجين SP3، وبالتالي سنحصل على تسمية ترانس 1-3 دايمثيل سايكلوبنتان.
الحلقة الأخيرة وهو الهكسان الحلقي. الهكسان الحلقي أو السايكلوهكسان عبارة عن مركب حلقي يتكون من 6 ذرات كربون ترتبط مع بعضها البعض مكونة حلقة، وكل ذرة من ذرات الكربون هذه تتصل بذرتي هيدروجين. وأن حلقة الهكسان ليست مستوية بل منبعجة، وبحكم الترتيب الهرمي الرباعي للأواصر بين ذرات الكربون كربون تأخذ جزيئة وضعيتين فراغية، الأولى والأكثر استقرارا تدعى بوضعية الكرسي، أما الثانية والأكثر طاقة تعتبر والأقل استقرارا فتدعى بوضعية القارب. هذه الوضعية الفراغية لجزيئة السايكلوهكسان، تدعى هذه الوضعية بوضعية الكرسي chair conformation عن طريق حركة ذرة الكربون رقم 1 أو ذرة الكربون رقم 4 باتجاه الأعلى. سنحصل على الوضعية الثانية الأعلى طاقة من وضعية الكرسي، وهي أو تدعى بوضعية القارب، وبتحول ثاني لهذا الجزء من الحلقة نحصل على وضعية فراغية تدعى بالشير كونفورميشن أي وضعية الكرسي. إن زاوية أواصر الكربون في وضعية الكرسي تبلغ 109.5 ولا تعاني من شد الزوايا وخالية من شد اللوي أيضا، وعند النظر خلال محور أي آصرة كربون كربون نجد أن جميع ذرات الهيدروجين بوضع انفراج، وهذا يعني استقرارية وضعية الكرسي بالنسبة للمركب السايكلو هكسان. وعند ترتيب هذه الوضعيات طاقيا ستكون وضعية القارب بأعلى المستوى الطاقي بسبب تداخل بين ذرات الهيدروجين اللي موجودة على ذرات الكربون المتجاورة، وتداخل ذرات الهيدروجين اللي موجودة على ذرات الكربون رقم 1-4. وسيلاحظ أن في أسفل المستوى الطاقي موقع وضعية السايكلوهكسان بالنسبة لوضعية الكرسي، أي أن طاقة وضعية الزورق أعلى وبالتالي ستكون استقراريتها أقل، أما في حال وضعية الكرسي ستكون طاقتها أقل وبالتالي استقراريتها أعلى. أعزائي الطلبة، نلتقي بكم وفي الجزء الثاني من الوضعيات الفراغية إن شاء الله. تمنيت للجميع بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.